الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ونحن نتكلم كما تعلمون عن مغالطة خلاصتها ما يقوله بعضهم من أن الانشغال بالذكر لا سيما الجماعي في المساجد وغيرها من شأن العوام من الناس، وأن الأعمال الإسلامية الكبرى التي تتمثل في المخططات والجهود التي ينبغي أن ينهض بها المسلمون لإقامة المجتمع الإسلامي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدع وقتا لهذه المجالس بهذا الشكل، بل ربما قال قائلهم إن هذه المجالس بدعة، يعني هذه الحلقات حلقات الذكر بدعة. نضع هذه المغالطات في ميزان الرؤية العلمية ونمحصها، فإن كانت فعلا كذلك أخذنا بها، وإن لم تكن كذلك حذرنا أنفسنا وإخواننا من أن يؤخذوا بها. نعم، قلنا صورنا هذه الفكرة والحجج التي يعتمدون عليها في الدرس الماضي أو الذي قبله، ثم قلنا بعد ذلك لا ريب ولا شك عند العقلاء جميعا فضلا عن الذين لهم نصيب من الثقافة والحضارة أن الإنسان أيا كان وأيا كان مجتمعه بحاجة إلى تربية. التربية واجب، كل الأمم دانت له وأخذت نفسها به، كل الأمم. لذلك، لأن التربية ماذا تعني؟ تعني إخضاع النفس لقرار العقل باختصار، إخضاع النفس لما يقرره العقل. وضرورة التربية جاءت من الواقع التالي: أجمع جميع العلماء بما فيهم علماء النفس والفلسفة وغيرهم أن السلطان الرعونات النفسية على الإنسان أكثر من سلطان العقل. يعني الإنسان مجبول على رغائب، على حب الذات، على منافسة الآخرين، مجبول على حب المال، مجبول على حب الرئاسة، مجبول على حب الشهوات المعروفة التي لا داعي إلى ذكرها، ومجبول أيضا على الحسد إلى آخر ما هنالك. والباري عز وجل أشار إلى بعض زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. طيب، فالنفس مش رائبها إلى هذا كله، ومن هنا يقع تصادم بين قرار العقل وبين هيجان النفس. التربية ما هي مهمتها؟ إخضاع النفس
شيئا فشيئا لقرار العقل. يعني تهذيب النفس، يقول الإنسان لنفسه هون ما، يعني يعقد صلح بين رغائب النفس ومن قرار العقل. طيب وسيلة ذلك التربية. طيب ما هي وسيلة التربية فيما يتعلق بموازين المجتمع الإسلامي أو بموازين الإسلام؟ أنا أعيد الكلام الذي ذكرته بقطع النظر عن المجتمعات الأخرى غير الإسلامية، إلهم وسائلهم التربوية ولكنها لم تنجح. والوسيلة الإسلامية التي يدلنا عليها كتاب الله وفصلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن نطهر قلوبنا من الشوائب، بعبارة قرآنية أن نزكي أنفسنا، نزكيها يعني نخلصها من هذه الرعونات. نعم، نهذبها. تزكية النفس يعني بعبارة بسيطة نهذبها. طيب كيف نهذبها ونفسي مش رائبة إلى رغائبها، أهوائها، الرياسة، المال، الشهوات، منافسة الآخرين؟ معروف هذا الشيء. كيف أهذبها؟ أهذبها بأن أوقظ بين جوانحي محبة الله عز وجل. أقول أوقظ لا أقول أوجد، لأنه الباري عز وجل فطر الإنسان على حب الله أيا كان. الروح موجودة والروح تعشق ربها. طيب فسبيل ذلك أن أوقظ مشاعر محبة الله بين جوانحي. هذا الحب إذا نما ثم نما، هذا الحب العالي محبة الإنسان لله يطرد الحب الهابط. بمقدار ما يتسع في القلب محبة تتسع محبة الله، محبة الأغيار تذوب تذوب وهكذا. طيب كيف أنا بدي يعني أوقظ محبة الله بين جوانحي؟ الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله بينه وبين محبة الله تفاعل. كلما أكثرت من ذكر الله عز وجل ازدادت مشاعرك يقظة لمحبته، وكلما شعرت بالمزيد من محبة الله حملتك المحبة على ذكره. فمحبتك لله تحملك على مزيد من الذكر، وذكرك لله نعم يوقظ المزيد من محبة الله عز وجل بين جوانحك. هذا باختصار، هذا الكلام ذكرناه وأفضنا فيه. ومن هنا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين. ربما وقف بنا الأمر هنا. كان سيد الذاكرين وبأمر من الله وبتوجيه من الله عز وجل، مع العلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذكره معالجة لداء يعانيه منه، يعني حب الشهوات والأهواء، ولكن ذكره كان تعليما لنا وكان تصعيدا لرتبته إلى درجات أعلى. فما ينبغي أن نقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو عم يعاني هو الآخر من رعونات نفسية و فهداه الباري عز وجل إلى أن نعم يعالج داء قلبه بذكر الله. لا لا، ولكن كما قلت لكم ذكر الله بالنسبة للمحب يزيده حبا. الإنسان إذا أحب الله عز وجل حبه لله لا يقف عند حد، ما في درجة من أقول والله لا أكثر من هيك ما تحب رب العالمين، لا، قد ما حبينا نحن مقصرين، ينبغي أن نعلم ذلك. فالباري عز وجل الباري ماذا يقول له؟ واصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا الكلام موجه لرسول الله. طيب
الباري عز وجل يقول له في سورة أخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نعم، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الآيات التي يأمر الله فيها رسوله بذكر الله عز وجل كثيرة جدا. طيب، إذن هذا أول ما ينبغي أن نعلمه فيما يتعلق بأهمية الذكر، فيما يتعلق بأهمية ذكر بل ضرورته وكونه العلاج بالنسبة لنا، العلاج الذي لا يحل محله شيء آخر قط. أحد شيئين بالنسبة للإنسان: إما أن يعرض عن هذا الدواء الذي أمر الله به رسوله، إذن لا بد أن نعلم أن هذا الإنسان ستهيمن على قلبه محبة الأغيار، بتهيمن على قلبه محبة الرئاسة، محبة الشهوات، محبة الأهواء، منافسة الآخرين، محبة المال، جمع يحب أن يجمعه من الحلال والحرام، وإذا كان من العلماء فما أيسر أن يستخدم علمه لمبررات أهوائه. هذا إذا أعرض الإنسان عن ذكر الله، أو يأخذ نفسه بهذا العلاج الذي أمر الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذ نفسه بهذا بالطريقة التي سنذكرها والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بها، فلسوف نجد أن هذا الإنسان أصبح معتدلا فيما يتعلق بوضعه وتعامله مع دنياه ومع آخرته، يعني يتعامل مع المال لكن لا بدافع التعلق به، يتعامل مع الدنيا لكن لا من منطلق كونه أسيرا لها، يتعامل مع الدنيا بكل مظاهرها من منطلق الوظيفة التي أقامه الله عز وجل فيها. واضح كيف؟ هي نتيجة الذكر، لأن الذكر كما قلت لكم يوقظ في قلبك محبة الله، وإذا استيقظت محبة الله عز وجل بين جوانيك طردت محبة الأغيار، وإذا عندئذ تتحرر من محبة الأغيار، تتركها؟ لا، ما بتتركها، لكنك تسوقها ولا تسوقك. نعم، عندئذ أنت الذي تسوق دنياك ولا تسوقك، وفي هذه الحالة تستطيع أن تبني الحضارة من منطلق الحكم عليها، ولن تصل إلى يوم تأسرك الحضارة ثم إنك تصبح ذليلا ثم إن الحضارة تخنقك، كما كانت حالة الأمم السابقة والإمبراطوريات الأخرى الرومانية وغيرها. نعم، لاحظوا أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل في القرآن له أثران. كثيرا ما يتوهم بعض الإخوة أنهما أثران متناقضان، ولربما استشكل بعضهم ذلك. نعم، هذا أقرأه في كتاب الله عز وجل، فهو يقول باري عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذن الذكر يورث القلب الطمأنينة. لكن الله عز وجل يقول أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف هيك؟
إذن الذكر في آية من كتاب الله عز وجل يورث القلب الطمأنينة والسكينة، تمام، وفي آية أخرى لا، الذكر يورث القلب الخوف والقلق والاضطراب. هل من تعارض؟ لا، هذا ما تفعله التربية الإسلامية المتمثلة في أخذ الإنسان نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرك لله بالطريقة التي سنذكر وذكرنا طرفا منها بالأمس يورثك الطمأنينة، بمعنى أنك لن تضطرب وتقلق لرزقك. ذكر الباري عز وجل يورثك الطمأنينة، نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن متى أدرك ذلك؟ إذا أكثرت من ذكر الله. ذكر الله عز وجل يوقظ مراقبتي لله من حيث يوقظ المحبة، فأنا عندئذ أعلم أن الباري عز وجل ضامن لي الرزق. ذكرك لله سبحانه وتعالى يجعلك تطمئن إلى مستقبل وضعك، معاشك، جهودك، علاقتك مع أسرتك، علاقتك مع الآخرين. قامت خصومة بينك وبين آخرين، ناس أساءوا إليك، ناس هددوك، ناس إلى آخره، لا تبالي بشيء من ذلك قط. لماذا؟ لأن ذكرك لله سبحانه وتعالى يورثك الطمأنينة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واضح كيف؟ نعم، مثلا زيد من الناس في متجره، في مزرعته، في لقاءاته الاجتماعية، في وظائفه، يشعر بأن هنالك أناسا لا يحبونه، يضمرون شرا له، نحو ذلك. فإن كان من الذين يأخذون أنفسهم بذكر الله عز وجل يرقد آمنا مطمئنا ولا يتحرك أي اضطراب أو قلق بين جوانحه قط. من أين يكون هذا؟ من ذكره لله سبحانه وتعالى. إذن قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تطمئن القلوب تجاه دنياك، تجاه معاشك، تجاه علاقتك بالآخرين. أبدا، وهذا والله الذي لا إله إلا هو حقيقة. لكن أن يكون الإنسان ذاكرا بالمعنى الحقيقي، نعم، طبعا لا نقصد وقت من الذكر لازم دائما نحكيها حتى يعني هالفكرة ما تتسرب إلى ذهوننا، أن يمسك المسرحة أو يعني لاقيني شيء كلمة استغفر الله وسبحان الله وفكري شارد وكذا وإلى آخره، عم حاكي هذا وعم حاكي هذا والمسرحة بإيدي. هل هذا ذكر؟ هذا تقليد للذكر. ذكر الله أن تذكره، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نعم، اللسان يحرك القلب، ينبغي أن يكون هنالك تفاعل بين القلب الذي يحيا بذكر الله وبين اللسان الذي يتحرك، تمام، نعم. فنحن عن هذا الذكر نتكلم. فإذا أخذت نفسك بهذا العلاج بذكر الله عز وجل لا يمكن لأسباب معاشك الدنيوي مهما تنوعت هذه الأسباب أن تبعث قلقا بين جوانحك، لأنك تسلم لمولاك وخالقك، وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ العيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لك في مسلم ومؤمن بالله بشك في كلام الله؟ بشك إذا ما كان ذاكر. بصير إيمانه بيضمر بيضمر، بصير إيمان تقليدي. نعم. فعن هذا المعنى يقول الباري عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، لكن إنه كما قلنا يقول الباري عز وجل بعد ذلك أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ووجل القلب يعني الاضطراب، الخوف، القلق. نعم، يوجل قلبك عندما تذكر الله من المصير الذي ستؤول إليه. كيف تحشر غدا؟ وكيف سيكون حسابك بين يدي الله غدا؟ أفتكون ممن صفح الله عنهم، نعم، ورحمهم، أم ستكون من أولئك الذين اشتد عليهم الحساب وحاسبهم عن النقير والقطمير؟ ما بتعرف، وما بتقدر تأمن مكر الباري عز وجل. نعم، كما قال في محكم تبيانه: لأنك أنت والله مستقيم وعم تأدي فرائضه ومبتعد عن المحرمات، أنت الآن كذلك، لكنك لا تعلم ما الذي سيأتي به الغد. كم من مستقيم استطاعت النفس الأمارة بالسوء أن تتصيده فانتهت الاستقامة إلى النقيض، وكم من تائه ضال اجتباه الله عز وجل أخيرا، فما تستطيع أن تطمئن. ذكر العبد ربه عز وجل يحدث في نفسه حالتين متناقضتين بحسب الظاهر، لكنهما متكاملتان. في معاشك الدنيوي ذكرك لله عز وجل يبعثك على الطمأنينة، تطمئن بالا. وما في إنسان يمتعه الله عز وجل بالعافية بواسطة من الوسائط كوساطة ذكرك لله عز وجل. ما بتضطرب. نعم، بيجي واحد بيقول لك: لك فلان هذا عم ينصبك العداء، وفلان هاد متضايق منك لأنك أنت، نعم، تغلبت عليه بتجارتك، بزراعتك، بوظيفتك، بكذا إلى آخره، نعم، عم ينصب لك المكائد إلى آخره. فإذا كنت ممن يذكر الله عز وجل دائما، هذا الكلام لا يمكن أن تحفل به، لا يمكن بشكل من الأشكال، أنت مع الله سبحانه وتعالى. كن مع الله كان الله معك. ثم قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، لكن بنفس الوقت ذكرك لله عز وجل يجعلك في حالة من الخوف من المصير الذي أنت آيل إليه. ما تقول لي: لا لا، أنا الحمد لله عم كل يوم بحاسب نفسي بلاي حالي ما ارتكبت ولا معصية وما عملت شيء وأنا مستقيم. يا أخي العزيز، هل في عباد الله كله من يملك أن يقول: أنا لست مقصرا في جنب الله؟ في واحد؟ حتى الرسل، ما المصطفى كان يقول: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب، ما في واحد منا مقصر. أنت للتوفيق الذي نلته بكد يمينك، بعرق جبينك، نلته بتوفيق الله لك. فالفضل لمن؟ الفضل لله سبحانه وتعالى. فأنت مدين دائما، وأنت دائما يعني مقصر. لا تستطيع أن تقول: أنا أديت كل ما ينبغي. هذا من ناحية. من ناحية تانية، ما في منا واحد معصوم، وفي لله في ذلك حكمة، حكمة باهرة. بتم الإنسان نفسه تتغلب عليه، بتم الإنسان في أحوال كثيرة يريد أنه دائما يكون
متيقظ مع الله، يصلي انه دائما يكون مع الله. انت هيك عم تعمل؟ نحن نقف بين يدي الله عز وجل، ما بتلاقي غير شرد الفكر بنا الى مساله تتعلق بالمال، تتعلق بالمشكله اللي كانت امبارح وبينك وبين زيد من الناس، تتعلق بالمستقبل بكره شو بدي اعمل. نعم، وانت تصلي بين يدي الله. الذي عرف الله عز وجل يذوب خجلا من الله عز وجل. فما في واحد يملك ان يقول انا لست مقصرا وانت لا تعلم العاقبه كيف ستكون. نعم، اذا ذكر الله وظيفته التربويه عجيبه ورائعه. اولا ذكر الله يوقظ محبه الله بين جوانحك، ومحبه الله تزيدك ذكرا له، فبينهما جدلية تفاعل. ثانيا ذكرك لله عز وجل يورثك الطمأنينة والسكينة بالنسبة لمعاشك، فصحتك بتكون يعني في غاية الحماية الربانية. ما بتنام عند عشية ما بتكون مثل التاجر الفلاني، اي نعم، كان يأمل ربحا معينا من مشروعه التجاري ثم إن النتائج لم تأتي كما كان يحلم. مو أنه والله صار على الجنط وصار برا، لا لا لا، عايش كأحسن، لكن الحلم الذي كان يداعبه لم يعد. الليل ما بيناموا، والسكر بيطلع معه بيزداد، وبيصير بقى الخصومات تأخذه ولا ترده. نعم، لكن أكثر من ذكر الله خليك مع الله عز وجل، بتشوف بتنام قرير العين، عافيتك بتتم كما هي، ما بيصير معك شيء. لك هاي معناتها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، إذا هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. طيب الذكر هل ينبغي أن يكون بين العبد وربه؟ أم سبيل الذكر مفتوح، تملك أن تذكره بينك وبينه، وتملك أن تذكره أيضا مع إخوانك؟ الجواب هو أن المطلوب ذكر الله، والأمر المطلق يبقى على إطلاقه. فكيف وقد أرانا الله عز وجل ما يدل على أن الذكر نوعين، نوع بينك وبين الله ده ضروري، نوع آخر كمان ضروري بينك وبين إخوانك. باري عز وجل أوضح لنا هذا. فمن قال أنه الذكر الجماعي حلقات بدعة، لا عجيب، إذن القرآن مبتدع، بصير نحكي هالكلام. ماذا يقول ربنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخره. علماء التفسير كلهم أجمعوا على معنى هذه الآية. واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم، أي يجلسون إليك، نعم، ذاكرين الله وأنت تجلس معهم. هذول جماعة درويش كانوا فقراء، نعم، يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون. فبين الحين والآخر يأتي بعض صناديد قريش بيطلعوا هيك بيشوفوا مجموعة دراويش قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، يستكبرون ولا نعم يتنازلون على الجلوس مع رسول الله. بعدين قالوا لك وين، كيف بدنا نقعد معك وانت دائما عم تقعد مع هيك حسالي، مع هيك ناس، مع كذا كذا إلى آخره، صرفهم هدول نقعد نسمع منك. كانت مجالس ذكر. الباري عز وجل أنزل هذه الآية، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف الكلام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو مناط الذكر. نعم،
فالباري عز وجل ما رد عليهم. نعم. طيب هذا ذكر جماعي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحديث متفق عليه البخاري ومسلم، حديث طويل، يقول: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، وفي رواية يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا قائلين: هلموا إلى حاجتكم. نادى بعضهم: أنتم عم تدوروا على المجالس، تعوا تعوا هلموا إلى ذكركم. فتأتي هؤلاء الملائكة فيحفونهم الذاكرين بأجنحتهم، واضح كيف؟ إلى آخر الحديث، الحديث آخره، فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا دول الجالسين، دول اللي مثل يوم الخميس وتم نعود، هذا منه. أشهدكم. يقول أحد الملائكة: يا ربي إن فيهم فلانا جاء لحاجة، هو مو جاي مشان يذكر ده. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وفي رواية: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إذن الذكر الجماعي مشروع أم مبتدع؟ الباري أمر، وسيدنا رسول الله أخبر. نعم، هذه حقيقة. طيب، هل هذا هو الدليل الوحيد؟ لا، في أدلة كثيرة كثيرة أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه مسلم والترمذي، نعم والترمذي أيضا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذا كلام سيدنا رسول الله، وذكرهم الله في من عنده، أي قوم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والحديث طويل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني وحدي، وإن ذكرني في ملأ، جمع هذا المعنى، ذكرته في ملأ خير من ملائه، ملائكة يعني. والذين قالوا إن الملائكة أفضل من الناس استدلوا بهذا الحديث، لما يقول ذكرته في ملأ خير من ملائه، والكلام في هذا الطويل. طيب، إذن هذه أدلة لا يعني مجال للريبة فيها. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا رأى في المسجد شخصين أو ثلاثة أشخاص بيعتبرها فرصة، يقول لهم: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. لدرجة أن بعض الصحابة يقول: شو عم يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ ليش الواحد بيؤمن ساعة بس؟ نعم، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيده المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بهذا. شو يعني تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ يعني تعالوا نذكر الله، تعالوا نجدد إيماننا بالله عز وجل. كان هكذا شأنه. طيب، رب قائل يقول: طيب، يعني ما الفرق بين أن يذكر العبد ربه خاليا ليس معه أحد، وبين أن يذكره مع الناس؟ يعني شو الفائدة، يعني شو المزية التي توجد في مجالس الذكر؟ المزية أيها الإخوة أنك إذا جلست تذكر الله عز وجل إنما تعتمد على تجليات الله عليك ورحماته بك، تعتمد على ذاتك أنت، تعتمد على صلتك بالله عز وجل وبس. لكن عندما تكون مع سلة مثل هؤلاء الجماعة، مثل أخواننا يوم الخميس وتم يكون، فأنت لا تعتمد
في هذا المجلس على رحمات الله الآتي إليك، لا تعتمد على ذاتك فقط، عم تعتمد على كل الموجودين، وأنت تتصور أن في الموجودين ربما من هم أفضل منك. واحد عم يشتغل بعمل تجاري اعتمادا على رأس ماله هو، وفي واحد ثاني عم يعتمد على رأس مال مكون من مجموعة فيساوي ذلك مضروبا بأضعاف مضاعفة. واضح كيف فرق بين رأس مال ضئيل وبين رأس مال كبير؟ فنحن عندما نتلاقى في مجلس نعم نذكر الله عز وجل، قد يكون في هذا المجلس أولياء، قد يكون في هذا المجلس ناس صالحون أكثر من الآخر، فالباري عز وجل نعم يجعل من بعضهم شفعاء لبعض. سؤال الملك يقول يا ربي إن فيهم فلانا جاء لحاجة، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تصور جعل من هذا المجلس شفيعا لهذا الإنسان. هذا هو الفرق. ثم سنشد عضدك بأخيك. القوم عندما يطرقون باب الله عز وجل سائلين متضرعين شاكين باكين معلنون عن حبهم له إيمانهم به، ليس مثل واحد يطرق باب الله سبحانه وتعالى. وفد، ولله المثل الأعلى، وفد كبير رايح لأن مسؤول، مو مثل شخص رايح. نعم، وأيا كان الأمر هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن إذا قلنا والله الذكر الجماعي هذا بدعة، عظيم، ما بنعد إذن ما بنذكر الباري جماعي. طيب نذكر الله على انفراد، بين المغرب والعشاء بنعود نذكر، ما بيقول لك كمان موارد بين المغرب والعشاء، موارد أرينا بالأحاديث ما ورد أن النبي بين المغرب والعشاء كان بيذكر بها الذكر أو بيرى هالكلام أو كذا، كمان هي بدعة. طيب بطلنا. إذا شو بنساوي بعد صلاة الفجر يا سيدي؟ نقعد نذكر الله هيك لطلوع الشمس، في حديث، في آية آليت إلى آخر ما هنالك. طيب بطلنا، النتيجة شو هي؟ النتيجة أنه ما عاد نذكر الله بنوب. لا، هذا اللي عم يصير، هذا الذي يقع. أنا تليت بأمور لا يعني قبل لي بشرحها مفصلة. نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى الضحى ركعتين بعد كتبت له حجة وعمرة كاملتين كاملتين كاملتين. طيب صلي الفجر وبتقعد تذكر الباري، وأجل ذكر لله تلاوة القرآن. طيب طلعت الشمس تستنى 6-7 دقائق الخار بتفز بتصلي ركعتين حج وعمرة وآخر معاصي كلها تذهب وتمحى ويكرمك الله عز وجل بحسنات بدل تلك السيئة. قارن بين هذا وبين إنسان من الدعاة من أمثالنا دوبه يصلي ركعتين الفجر سهران، والله ما قادر يقعد سهران كتير، رأسا بيرجع إلى فراشه وبيغط برقات. هذا واقع. مؤتمرات كنا نحضرها في بلاد هنا وهنا. طيب الفندق الذي نحن فيه يعني دعاة الداعون إلى هذا المؤتمر يعني يكرمون، وتتمة الإكرام أنهم
يفرغون غرفة في هذا الفندق كمصلى مشان هالتوبات بدهم يجوا يصلوا مع بعض كذا إلى آخره، مصلى مرتب. صلاة الفجر لا تجد واحدا من هؤلاء، لكن الفندق ملان، مؤتمر إسلامي ما في حدا، فضلا عن مجلس الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. واضح كيف؟ كثيرا ما كنا ندعى في رمضان. طيب هذه الغرفة موجودة لمن يصلون التراويح بعد المغرب، بعد العشاء للفجر في وقت، تجد الغرفة مغلقة وما في أحد. إذا جاء له شيء واحد بيصلي اثنين مع بعض، ثلاثة يمكن مرات تنتهي. وأنا أتحدث عن من؟ أتحدث عن عن عن, عن أحوالنا نحن الذين نسمى الدعاة إلى الله وإلى آخرنا. من هنا أنا ألقيت محاضرة جعلت عنوانها ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين. والله هو كذلك، ذلك الجانب المنسي. أيها الإخوة، القاعدة تقول من أحب شيئا أكثر من ذكره. أتحب الله أم لا؟ إذا أحببت الله لا بد أن تكثر من ذكره. وإذا كنت لا تأوى ذكره فوالله إنك لا تحبه. إذا وهل من إنسان عرف ربه ثم لم يحبه؟ في من وجد من وجد عرفت الله وعرفت عبوديتك له وعرفت حنانه لك وعطفه عليك، إنجازك كلمة العطف، ولطفه بك وإنعامه ورسائل حبه التي تتوارد عليك، ما بتحبه؟ طيب إذا أحببته لا بد أن تذكره بكل بساطة. ولسوف نزيد هذا البحث إن شاء الله بيانا وشرحا للأحيان الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، واجعلنا من المحبين لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اصفح عنا صفحك الجميل، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، املأ اللهم قلوبنا تعظيما لك، مهابة لك، محبة لك يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وإذا حانت يا ربي رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك حتى يكون اشتياقنا مخففا لآلام سكرات وبرحاء الموت يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، أعد الوئام والأمن والسلام إلى ربوع بلدك المبارك هذا يا ذا الجلال والإكرام، بفضلك بإحسانك بجودك، يا من هو القادر على كل شيء، يا من هو الحي القيوم، يا من إليه مصير كل شيء. لا تردنا عن بابك خائبين، استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.